القوات الجوية المصرية في بيان عاجل قادرون على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين مصالح مصر. والرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لأمريكا وأوروبا بشأن بيع تركيا طائرات مسيرة مسلحة لإثيوبيا. وعاجل ننشر تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي السابق. وعاجل الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري بخصوص هذه المرحلة. وعاجل أسطورة ليفربول يفضل صلاح على ميسي ومبابي ويبرر اختياره. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل 2000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. والسيسي يوجه رسالة عاجلة لأمريكا وأوروبا بشأن بيع تركيا طائرات مسيرة مسلحة لإثيوبيا. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية قولها إن مصر طلبت من أمريكا وبعض الدول الأوروبية مساعدتها على تجميد صفقة تقوم بموجبها تركيا ببيع طائرات مسيرة لإثيوبيا. وأي شحنات من الطائرات المسيرة إلى إثيوبيا تهدد بإذكاء الخلاف في العلاقات المتوترة بين تركيا ومصر التي تختلف مع أديس أبابا بشأن سد النهضة التي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق حسب مجلة رويترز. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن تركيا وسعت صادراتها من الطائرات المسيرة المسلحة من خلال التفاوض على صفقات مع المغرب وإثيوبيا بعد استخدامها الناجح في النزاعات الدولية. وذكرت رويترز نقلا عن مصدر مصري ثالث إن أي اتفاق يتعين أن يطرح ويوضح في محادثات بين مصر وتركيا تحاولان من خلالها إصلاح العلاقات الثنائية. المصدر معنا كان من رويترز طبعا. يعني لو تركيا قام ببيع هذه الطائرات المسيرة لإثيوبيا فهي كده بتضرب العلاقات المصرية التركية. وطبعا مع العلم أن تركيا تعلم جيدا ما مدى الخلافات بين مصر وإثيوبيا خصوصا في قضية سد النهضة الإثيوبي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، عاوز أعرف رأي حضراتكم يعني في هذا الأمر العاجل والهام، لأن يعني زي ما حضراتكم عارفين أو سمعتوا أو لو مش عارفين هقول لكم دلوقتي إن مصر وقعت مع شركة فرنسية لتصنيع وتوريد دفاعات جوية مخصصة لطائرات المسيرة. الحروب القادمة على العالم يعني هيبدأوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي وطائرات المسيرة، طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحروب. فمصر لازم يكون عندها دفاعات جوية قوية ضد طائرات المسيرة، وطبعا مصر تمتلك طائرات مسيرة. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وقوات الجوية المصرية في بيان عاجل قادرون على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين مصالح مصر. أعلن قائد قوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي إن القوات الجوية المصرية قادرة على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات. وفي كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد نسور مصر، قال الفريق حلمي تم وضع خطة شاملة وفق رؤية استراتيجية لتطوير وتحديث الجيش المصري، فامتلكنا من السلاح ما يمكننا من مواجهة التحديات بعدما شهدته مصر والمنطقة والعالم أجمع في عام 2011 من متغيرات هائلة في طبيعة التهديدات والتحديات وظهور بؤر صراع جديدة في العديد من المناطق. وأضاف في هذه الظروف العصيبة في الداخل والخارج انتصر بفضل الله جيش مصر لشعبها، فنجح الشعب المصري في استعادة هويته عام 2013. وبرؤية ثاقبة وتقدير متوازن ومستمر لهذه التهديدات أصدرت القيادة السياسية توجيهاتها بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة ومنها القوات الجوية، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر التسليح
لتكون قادرة على مواجهة هذه التحديات والتهديدات بالكفاءة اللازمة. وأشار إلى أنه تم تدبير طرازات حديثة للطائرات والهليكوبتر المجهزة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الطيران على مستوى العالم. شدد على أن القوات الجوية تنفذ مهامها وبأعلى درجات الجاهزية والاستعداد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لتصدي ودحر كافة صور الجماعات المتطرفة، تأمين كافة أعمال قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء مع المراقبة الدائمة والمستمرة للاتجاه الغربي لمجابهة أعمال التسلل والتهريب. وتابع أقوات الجوية قادرة على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات ومجابهة كل من يحاول أن يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية. مصدر معنا كان من صدى البلد. طبعا هذا التصريح كان في عيد النسور الجوية، نسور مصر، نسور السماء، أقوات الجوية المصرية. ربنا يحفظ الجيش المصري وأقوات الجوية المصرية. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل ننشر تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي السابق. تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل خطيرة حول محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكامها في القضية. وأيدت محكمة الجنايات العسكرية السجن مدى الحياة 25 سنة في حق 32 متهما أدينوا بتهمة تكوين خلايا متطرفة، من بين جرائمها محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف. وكانت التحقيقات قد أفادت بأن المتهمين حاولوا اغتيال الرئيس السيسي في مكة المكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في أحد الفنادق، حيث كان قائد الخلية يرصد الرئيس السيسي واعترف بتجنيد عدد من المتهمين الآخرين. كشفت التحقيقات أن المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها في الطابق 34 من الفندق، ظنا منهم أن الرئيس السيسي سيقيم فيه. ووفقا للتحقيقات، فقد اعترف متهم بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تقوم بإشغال قوات في الوقت الذي يقوم فيه باقي الخلية باستهداف الرئيس السيسي. إما محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السيسي فكانت داخل مصر، وتورط فيها 6 ضباط بينهم 4 ضباط أمن مركزي يشتبه بتورطهم في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان و6 أمناء من القسم ذاته. كما كشفت التحقيقات محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن. أشار إلى أن شخصين خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة ستفجر نفسها بفضل عدم تفتيش السيدات. وجاءت واقعة محاولة اغتيال عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين من بين الضباط الملتحين، وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد البكتوشي. وقد اعترف عناصر الخلية التي تعتنق الأفكار التكفيرية بالسعي للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء، في حين التحق أحد أعضائها بالعمل في قطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية. المحاولة الفاشلة الثانية والتي أعلنت في حينها تم الكشف عنها قبل ساعات من المشاركة التي كانت متوقع أن الرئيس السيسي يحضرها في القمة العربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوت قبيل منتصف هذا العام، حيث خرجت وسائل الإعلام المصرية لتؤكد أن أجهزة الاستخبارات المصرية نصحت الرئيس السيسي بعدم حضور القمة لأن هناك مخططا لاغتياله. وأكدت الصحف المصرية في هذا الوقت أن الجماعات المتطرفة بالتنسيق مع جهات معادية لمصر ولثورة 30 يونيو 2013 أعدت مخططا لاغتيال السيسي خلال مشاركته في القمة العربية، حيث تضمن المخطط تكليف عناصر شديدة الاحتراف في عملية الاغتيال للقيام بهذه المهمة بالتنسيق مع جهات معادية لمصر لتسهيل دخول أسلحة قناصة متطورة وتوفير الدعم اللوجستي لتنفيذ عملية الاغتيال. مصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية وآرتي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للشعب المصري بخصوص هذه المرحلة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قضية الوعي وفهم صحيح الدين هي من أولويات المرحلة الحالية.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفال المولد النبوي الشريف الذي نظمته وزارة الأوقاف والتي أقيمت في مركز المنارة بالتجمع في القاهرة الجديدة، إنه علينا التحلي بقيم التعايش المشترك وقبول الآخر ونشر قيم التسامح. وأشار الرئيس السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف إلى أننا نحتفل اليوم معا بذكرى أشرف خلق الله وسيد المرسلين الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين الداعي إلى الله والسراج المنير، إنه الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لخير وجه الدنيا كلها، وينشر أسمى قيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض ويدعو إلى المحبة والسلام. مصدر معانا كان من RT. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ننتقل مع بعض لخبر أخير معانا وتفاصيل قيام الملياردير الأمريكي بيل جيتس بالاحتفال بزواج بنته جينيفر من المصري نائب نصار. احتفل الملياردير الأمريكي بيل جيتس بزفاف بنته جينيفر من الشاب المصري نائب نصار في مزرعة الخيول الفخمة التي تمتلكها جينيفر في مقاطعة ويست شستر بنيويورك. وأشارت صحيفة نيويورك بوست إلى أن بعض التقارير لفتت إلى أن عقد القران بين الزوجين تم بالفعل يوم الجمعة في احتفال إسلامي، وظهرت العروسة البالغة من العمر 25 سنة في ثوب زفافها المذهل بعد ظهر أمس السبت لالتقاط الصور مع وصيفات الشرف، حيث تألقت في فستان منخفض الخصر مع بلوزة من الدانتيل وإكمام طويلة وتنورة كاملة من التل صممته فيرا حسب الطلب وفقا لصحيفة ديلي ميل. وكانت جينيفر محاطة بتسعة وصيفات شرف يرتدوا فساتين خضراء داكنة بعضهم برقبة وواحد على الأقل بأكمام، في حين رفعت إحدى الوصيفات طرحة العروس الطويلة أثناء التقاط الصور بين أوراق الشجرة الخريفية. وبدأ المئات من الضيوف ومن بينهم جورجينا بلومبرغ الروائية الأمريكية ومالكة فريق نيويورك إمباير للفروسية بالوصول إلى منزل جيتس الذي تبلغ تكلفة إنشاء 16 مليون دولار عند الساعة 3 مساء من بعد ظهر أمس، إذ كان من الممكن سماع الهتاف من المزرعة قبل الساعة 5:30 بقليل، حيث أجبرته معاصفة إلى الانتقال إلى الصالة. ولفتت نيويورك بوست إلى أن المكان الذي أقيم فيه حفل الزفاف شهد إقامة غرف زجاجية متصلة ببعضهما في حديقة المنزل بها مقاعد بيضاء طويلة وأخرى بها عشرات من الطاولات العشاء ذات الأحجام المختلفة مع أزهار وردية وأطباق عشاء بيضاء. وأوضحت أنه كان هناك صفين من الأزهار الكوبية البيضاء يحيطان بطاولة بيضاء وسط جناح الزفاف الرئيسي الزجاجي أيضا. المصدر معنا كان من نيويورك بوست وRT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا يوفقه إن شاء الله في حياته الشاب المصري نائل نصار، ربنا يحفظه إن شاء الله ويوفقه بإذن الله في حياته. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبنوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي وأشوفكم إن شاء الله في فيديو قريب جدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.